الراديو 90 هواها مصري. لسه بنتكلم عن سينما مصر. ايوه. وانا قاعده بتفرج عليهم انا ما كنتش عايزه اعرف اساميهم، مش عايزه اعرف الاسامي. انا بدات اقتنع ان هم دول الشخصيين الممثلين اللي انا اتفرجت عليهم زمان وحبيتهم. بس لفت نظري اتنين. كلهم طبعا تمثيلهم فظيع، بس في اتنين لفت نظري حاجه بعيدا بقى عن التمثيل. ايمان غنيم وصالح عبد النبي. ايمان صحيح بتمثل اصلا واحنا شفناها في اعمال، بس انا شفت ايمان تانية، يعني ايمان مختلفه تماما عن اللي فات. وصالح عبد النبي اللي احنا متعودين عليه الموديل اللي كان بيطلع في اغاني نانسي عجرم، اللي احنا شايفينه يتصور يضحك يبقى واقف جنب واحده بيحبها كده بس، ولاقيه قاعد بيمثل تمثيل تقيل. صحيح الوقت بقى والحاجات اللي بيمروا بيها ايه عشان يوصلوا لحاجه زي كده، يوصلوا للمرحله اللي احنا فخورين بيهم فيها. هما الاثنين يعني انت مختار اختيار مظبوط. ايمان غنيم بتذاكر طول عمرها مذاكره يعني متفرده في فكره انها تذاكر، يعني كل حاجه. يعني ايمان غنيم مثلت مع الاستاذ عادل امام في مسلسل، وكانت طالعه خطيبه ابنه في المسلسل. استاذ عادل امام دخل شافها في اللوكيشن وخلصت المشهد الاولاني، وبعدين استاذ عادل امام بيجي لنا كتير مركز الابداع الفني، اتفرج على قهوه ساده 3 مرات، واتفرج على اين اشباحي، اتفرج على مساعد، فلف كده قال لها هو انت من عند خالد جلال؟ فسكتت اتخضت جدا، فقالت له اه انا متخرجه من عند خالد. قال لها اصل الجد قوي ده ما يجيش من عند خالد جلال. الجد ده، وهي بتعمل دور كوميدي، قال لها الجد قوي ده ما يجيش من عند خالد جلال. هي بتذاكر جدا، هي دؤوبه وبتذاكر في الليله الاخيره اللي هي عامله ناديه في المشهد الاخير اللي بتواجه فيه الراجل وبتقول له انت اللي زي الجم اللي حاولوا ينسوني انا مين. وانا عايزه اقول انا كنت في الصف الاولاني والمسرح حجمه يعني احنا قريبين، انا دموعها انا شايفاها دي واحده بين قلبها بتعيط. مدى ال ان هي بقت جوه الشخصيه. صح. ساعات بيخوفني من كتر ما بشوفها فجاه بقت هي. صح. بقت الشخص اللي فيه. صالح عبد النبي قرر أن يعمل وقفة مع نفسه، أن يكون ممثلا، يعني قرر أن يكون ممثلا. هذا الرجل تحول فجأة ودي اللي أنا بقوله، الفرق بين اللي بيذاكر واللي ما بيذاكرش. صح. صاحب القرار. صح. واللي سايبها تمشي لوحدها كده. هذا الرجل قرر أن يكون ممثل وقرر أن يشتغل على نفسه، وقرر أن يشتغل على نفسه وعلى شكله وعلى وعلى لكنته. دلوقتي لما تشوفي بيتكلم يعني تقولي لا هو ده. أنا كنت مراهنة وأنا بتفرج عليه قبل ما يبدأ يقول أول كلمة هيبدأ يتكلم أحس هفتكر الكليبات اللي عمل. لا أبداً. واحد تاني أبداً، ده عمل دور يعني عمل إحنا عاملين، هو صالح سليم بيمثل دور صالح سليم في الشموع السوداء. ايه الجمال ده؟ صح. ده المشهد، عايز اقول لك ان المشاهد بتتبدل في سينما مصر. المشهد ده من ساعه ما فتحنا لغايه دلوقتي ما اتشالش ولا يوم، ثابت، لان هو محافظ على مستواه بشكل عظيم، ومذاكر الهدوم، وراح طلع الابيض واسود وجاب الكوبي الكالر بتاعتهم للون ده يبقى ايه، اللي كان لابسه ده يبقى ايه، ومذاكر. الناس بتذاكر. انا عايزه احييهم كلهم، يعني انا محتاجه حلقتين عشان اقعد اتكلم عليهم واحد واحد. هم بجد انا امتعوني، انا حسيت ان انا قاعده في رحله كده، اتفرجت على افلام كتيره متعه. وجود حضرتك كل عرض تطلع تتكلم وتشرح للي قاعدين، واهتمامك بالتفاصيل برضو ده نقطه انا يعني ما توقعش انا اشوفها من استاذ بحجم خالد جلال. اما جيت بجد انا النقطه دي بجد احيي حضرتك عليها. ده البيت لانه ده مش مشروع، انا ما بشتغلش، انا بشرح نفسي. صح. انا مش بشتغل. يعني مركز الابداع بالنسبه لي مش وظيفه، مش جاب. ال 30 متر اللي جيت لنا فيهم دول هم اغلى 30 متر في حياتي. صح. اهم من اي حاجه انا مسكتها، واهم من اي مكان انا كنت موجود فيه، لانه دول اللي انا شايف نتائجهم. انا دايما النهارده كنت لسه بقول لهم رمضان، شهر رمضان هو متعة حياتي. بركب العربية كده أطلع على كوبري 6 أكتوبر من أوله لآخره، أشوفهم على الأفيشات. عارفة صلاح جاهين لما قال لك أرقص يا قلبي من اليمين للشمال؟ هو كده بفضل شايفهم كلهم، ببقى عندي على كوبري كده شايف الولاد بقوا إيه، وأفتكر مع كل أفيش
الشاب ده لما دخل اول ما دخل كان عامل ازاي، وكان مش متصور ابدا انه ممكن يبقى مصر كلها بتتفرج عليه ومصر كلها بتحبه ومصر كلها لا ده انا بعمل كده من شويه، لانه ده المشروع اللي الحلم اللي اتحقق. صح، انا ده الحلم اللي اتحقق. لو ده الحلم اللي بيتحقق اي حد مكانك هيقول انا فرحان، انا عايز بعد كل عرض ينتهي ان الناس تقف بقى تسقف لنا وتقول لنا بنتفاجئ كل ليله عرض انك بتكرم حد من الرموز اللي ممكن نكون في وسط الزحمه نسينا مجهوداتهم، نسينا اعمالهم، نسينا ان احنا نكرمهم في اوقات كتيره. دي فكرتك ايه؟ طبعا. ايه اللي خليك حسيت ان انا كل يوم عرض انا لازم تكرم شخصي؟ اني مش بعلمهم تمثيل بس، وفاء. اما بتعلمي الشخص ما تعلميهوش بس التكنيك التقنيه، تعلميه ازاي يبقى بني ادم، وازاي يبقى بني ادم، ازاي يبقى عنده اصل. صح. وازاي يبقى عنده انتماء، وازاي العرض نفسه بيتكلم عن الانتماء. العرض نفسه سينما مصر بيتكلم عن الانتماء، وبيتكلم على انه احنا كبار قوي، وانه المعبد اللي بيطلع في الاخر ده اللي مبني من فنانين مصر، احنا كبار جدا 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 جدا. فمش بس كده، مش بس بيشعر الممثل بالفخر كونه واحد من ولاد دول، وانه هو احتمال في يوم من الايام يبقى فاتن حمامه ولا شادية ولا عمر الشريف ولا حد من دول، لكن كمان بيشعر لما بيقولوا الناس دول يتكرموا بان هو اصيل، وانه متربي، وانه عنده مثل اعلى، وانه مش مغرور، وكل ده حاله الرضا اللي استهدفت الفتره اللي فاتت، ان الناس ما تبقاش راضيه، انا بعالجها عند الولاد، بخليه يبقى له كبير، علشان لانه مهم يبقى له كبير، يبقى له قدوه، يبقى له مثل اعلى. اما بقى بيقعدوا الممثلين دول يتكلموا معاهم، الولاد بيتغيروا، بيبقوا بيطيروا في السماء. يعني فجأة تلاقي نجم كبير كده، جات لهم سميرة أحمد مثلا، احنا عاملين الشيماء، فسميرة أحمد جت وقفت تتكلم معاهم وتقول لهم ايه العظمة دي وايه اللي انتوا عاملينه ده، وانا كنت فاكرة الناس نسيت السينما دي. تجربة ما يعني ما كانش حد ممكن يخليهم يمروا بيها بسهولة، وانا متوقعة ان الدفعة دي هنبقى قاعدين مع بعض السنة الجاية بنتكلم عن حاجات قوية جدا هم عاملينها، لان ما شاء الله عليهم حريك مخليهم كل واحد يعني واصل لمرحلة ممكن يكون نجوم بينهوا حياتهم بيها كاحترافية. يا رب.